إذن لفتح ملف سرقات النفط والفساد الذي تحميه القوات الأمنية والسلطات الحكومية ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. لواء في الشرطة مكلف بحماية النفط يتزعم عصابة لتهريب النفط كما جرى في محافظة البصرة، ماذا يؤشر لديكم أستاذ عبد الله؟ تحية لك ولجمهوركم الطيب. أخي الفاضل، هذه اللي يؤشر صحة ما ذهبت إليه تشرين التي طالبت بإنهاء حكم العصابات والميليشيات على هذا البلد، يؤشر على أن النظام فاسد برمته من الأعلى إلى الأسفل. هذا الضابط بهذه الرتبة العالية الذي خدم لا يقل عن 20 سنة في هذا السلك وهو متمرس ومتدرب على عملية السرقة، هذا ليس وحده، هذا مغطى بكتلة سياسية تدعمه، جاءت به إلى المنصب وجاءت به إلى التعيين وجاءت به إلى التزكية وحفظت كل هذه الفترة. هذا الاكتشاف العبقري أنه سرق، المفروض أن يكتشف من وراء هذا الرجل، من وراء هذه العصابة. هل هذه العصابة هي الأولى في العراق أم العصابات التي قتلت دم العراق الذي هو أثمن بكثير من هذه الأموال التي تسرق، خصوصا المنشآت النفطية ومصادر الرزق العراقي في النفط ووزارة المالية. المشكلة هذا يؤشر على أن الفساد يعم كل مفاصل الدولة بما فيها المفاصل الهامة والأساسية التي تهتم برزق العالم وتهتم ب مصير العراق الاقتصادي، وأيضا يؤشر لنا مدى سوء الخدمات مقابل هذه السرقات. كلما زادت السرقات مرتفعة المستوى كلما قلت وتدنى الخدمات. طيب أستاذ عبد الله، ولكن أليس من المفترض أن تكون هناك معايير محددة لاختيار ضباط الأجهزة الأمنية؟ هل ترى أن المعايير غائبة في موضوع الاختيار؟ وزارة الداخلية تشكلت على يد بريمر وبالتعاون مع إيران، وتشكلت على أساس الولاء الإيراني وليس الولاء العراقي، وتأسست بدون أي مهنية. العنصر الموجود في وزارة الداخلية إذا ما كانت له أصول إيرانية يكون متفوق على أقرانه من نفس الرتبة أو من نفس الوظيفة أو غيرها. كل مدراء وزارة الداخلية تابعين إيرانيين بالأصل وليس إيرانيين بالهواء فقط، بالهواء السياسي، إنما بالنسب إيرانيين يتكلمون لغة الفارسية فيما بينهم. هذه الترتيبة هي التي بنيت عليها وزارة الداخلية لأسباب يعني عميقة جدا، إذا ذهبنا إلى تاريخ المقاومة وتشويهها، وهذه كلها وزارة الداخلية لعبت دور كبير بها وتأسست إيرانيا ولم تتأسس أمريكيا، لأن أمريكا فقط أعطت الضوء الأخضر إلى إيران شكل وزارة الداخلية. ولحد اليوم هناك طابقين في وزارة الداخلية يتكلمون باللغة الفارسية، ولا يسمح لأي صحفي أو مسؤول دولة أو أي حتى الوزير لا يستطيع الدخول إلى هذه الطوابق. أستاذ عبد الله، هل تعتقد أن ما جرى في البصرة من تشكيل عصابة يقودها اللواء غانم الحسيني مدير شرطة الطاقة، هل تعتقد أنها حالة فردية معزولة لا شبيه لها في بقية مؤسسات الدولة؟ المشهد السياسي العراقي من 2003 إلى اليوم يؤكد أن هذه الحالة ليست فردية وليست منفصلة عن حالة الفساد العام لهذا النظام. الحالة هذه بسيطة وصغيرة جدا قياسا إلى تريليون دولار ذهب هباء منثورا، الدم العراقي الذي سال على أيدي وزارة الداخلية وأجهزتها وميليشياتها الذي هو أثمن بكثير من هذا يعني لا يدخل في إطار المجاميع والسياسي، وإنما كتل قاتلة وتنهب وتسرق البلد. هذا هو المخطط للعراق، أن يذهب ماله هباء ويذهب مستقبل أولاده إلى المجهول ودمائه تهدر مجانا.
هذه هي المشكلة الأساسية. أستاذ عبد الله، حكومة السوداني أعلنت إلقاء القبض على غانم الحسيني، ولكن هل تعتقد أن الأمور ستمضي فعلا في تحقيقات شفافة ونرى المتهمين خلف القضبان؟ تعتقد ذلك؟ يعني الكم الهائل من اللجان والتحقيقات والكل تدعي أنها ستقوم بالمحاكمات، حتى المحاكمات التي جرت والاعترافات التي جرت. نسيق مثلا إلى جمهورنا اليوم يعني التقاعد العامة التي كشف واعترف مدير هيئة التقاعد على أنه سرق من كل متقاعد ما يقارب 10 إلى 12 مليون دينار في فترته، وتم واعترف وقالوا إحنا صادرنا الأموال. هل رجعت هذه الأموال إلى المتضرر اللي هو المتقاعد العراقي؟ لم يقل، لم يستفد المواطن العراقي المتضرر من هذا. وهذه اللجان وإن شكلت وإن حكم الشخص، وهذه هي صراع عصابات فيما بينهم، لا يمكن المواطن العراقي اليوم لا يثق بأي لجنة ولا يتوقع أن يحدث شيء لصالحه من خلال هذه اللجان أو شفافية في التحقيقات، لأنه بالأساس المطلب الأساس للشعب العراقي بقيادة ثورة تشرين قالوا نريد الحيتان الرئيسية أن تكون هي في السجن وليس أذنابها وذيولها وأغصانها الصغيرة. أستاذ عبد الله، يعني لو سألتك عن أموال النفط التي سرقت مبلغ ضخم 750 مليون دولار، هل تعتقد أن حكومة السوداني ربما ستسعى جادة لاسترداد هذه الأموال أم أنها هربت إلى الخارج؟ الأموال هربت ولن تعود إلا بوجود حكومة وطنية تنهي هذا النظام الفاسد. الأموال سرقت وذهبت إلى مخابئ سرية ومنظمة كبيرة من غسيل الأموال ونصفها في إيران، وبالتالي الشعب العراقي هو الوحيد الذي قادر أن يعود. أما السوداني فمن المستحيل أن يستطيع استرداد أي مبلغ أن يسترده إلى خزينة الشعب العراقي أو إلى فائدة الشعب العراقي. هو المهم أن لا يقول أنا استرديت مبلغ مليار أو مليارين أو ثلاثة. هل هذا المبلغ عاد بالفائدة على المواطن العراقي؟ هو السؤال هنا، وليس السؤال أنه هل يستطيع أم لا يستطيع. هو لا يستطيع، بالمطلق لا يستطيع، لأنه من نصبه هم السارقين والسراء. النفط يسرقه قادة الإطار بالذات وليس غيرهم مضافا إليهم الصدر. يعني هم دولة سرق، هم سراق النفط، فلا يستطيع محاكمتهم. هل يستطيع محاكمة قيس الخزعلي؟ مستحيل. هل يستطيع محاكمة الصدر أو الحكيم؟ هم أو أصحاب الأرصفة اللي موجودة بالبصرة لا يستطيع محاكمتهم، لأن هم نصبوه وهو جزء منهم وهو التابع لهم. طيب أستاذ عبد الله، باختصار لو تفضلتم بذلك، كيف سيطمئن المجتمع على أملاكه الخاصة وأملاك الدولة إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة المكلفة بحماية أمن المواطن هي من تقوم بالسرقة؟ باختصار لو تفضلتم. علماء الاجتماع يقولون أن الخوف حالة فردية، لكن عندما تكون السلطة تمتلك أدوات الإرهاب والتهديد والقتل وتجويع الناس والإمساك بمصادر أرزاقهم يكون الخوف جماعي. المجتمع العراقي لم يطمئن بوجود هؤلاء. المجتمع العراقي يطمئن فقط عندما ينتهي هذا النظام وبالتالي تعود الحياة إلى مجراها الطبيعية. أما بوجود هؤلاء لن يطمئن الشعب العراقي، والشعب العراقي الشعب الوحيد بالعالم الذي يعيش حالة خوف جماعي. عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.